القناة المصرية العشر سي بي سي مع أحلى جمهور وأحلى مشاهدين. الحماس بستار أكاديمي عم بيزيد، عم نقرب أكثر من اللقب. التوتر كمان عم بيزيد لأنه بأي لحظة حلم واحد من الطلاب ممكن يضيع. الليلة الطلاب ما عادوا بيقدروا يرجعوا واحد من زملائهم، يعني الاتكال كله عليكم مشاهدينا، أنتوا الحكم. وحدكم بترجعوا واحد من بين ليس أو شيرين، فما تنسوا تصوتوا وتخلوا نجمكم يلمع. لكن لو شو ما صار ومهما كانت النتيجة، بيبقى ستار أكاديمي برنامج الحلم، وهالتجربة الفريدة بتبقى مزروعة بقلوب كل الطلاب مدى الحياة، ورح يضلوا يذكروا إنهم انطلقوا من هالمسرح هون، ومن هون صار للأحلام معنا. شو سجل هالأسبوع من عناوين عريضة بيوميات الطلاب منتابع سوا. الأكاديمية في الأسبوع الثامن رأساً على عقب. إليكم العناوين. حصة الرياضة على السجادة الحمراء. يلا بلشوا ركض. كائنات غريبة تسيطر على الأكاديمية. الطلاب يودعون ردة. أنا حبيبي وحبيبي إلي. انقلاب السحر على الساحر. مسلسل المقالب مستمر بقيادة غادة. ماريلين مونرو تعلن النومينيشن. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. إلي وحائط النجوم. استعراضات الطلاب في الإيفال. واركب الحنطور. عدوى الرقص تصيب الأساتذة. هذه أبرز عناوين الساعة. ستار أكاديمي دائما الحدث. بدي أقول مساء الخير لمديرة وأساتذة وعرابين الأكاديمية، وخلونا نوجه تحية للأستاذ الياسر رحباني الغايب عن البرايم بداعي السفر. مساء الخير كلوديا. مساء الخير ميندا. هالأسبوع كان الإيفال كله حماس، شفناكم عم ترقصوا يعني اسم الله عليكم مدام ماري، شو هالبايات الحلوة هيدي بنتي يعني. شو القصة كلوديا؟ أول شيء بدنا نقول له للأستاذ ياسر رحباني موفق الليلة، لأن عنده حفلة كبيرة بالبحرين بالاحتفال السنوي الثاني للمسرح الوطني بالبحرين. بدي أقول له موفق، كلنا بنتمنى له التوفيق ورح نستفيد له الليلة. وبدي أقول لك إنه نحن كمان رقصنا، مش هن بس بيرقصوا، الرقص للكل. كيف لكان؟ الرقص بيرجع الفرح للقلب. مثل ما هن عم بيرجعوا لنا الفرح لقلبنا، ونحن مثل ما بنعرف من الليله ما بقى الطلاب رح يخلصوا حدا، يعني بدنا الناس تصوت للشخص اللي بحبوه لحتى ما يقفل، بس بالنهايه الليله كمان بدنا نودع حدا للاسف تصير 9 طلاب. شكرا لك كلوديا. مرسي. ضيفتنا الليله المسرح بيلبق لها لانه بتزينوا باحلامها الفنيه يلي ما بتخلص. منرحب على مسرح ستار أكاديمي بسيدة المسرح والغناء النجمة كارول سماحة، وبتشاركها الغناء كنزة. مش معقول شو مر علي بحياتي، كسر
بوم شكي شكي بوم. مش موجود مش موجود قادر يدفيلي بريء. مشيت مشيت مقتنع باللي عملت كتير بكيت تحقق يلي حلمت. حلو حياتي وانا على طول غاب بركض على مجهود بصبر بوصل مهما يصير تحت السما كل شي معقول. حلو حياتي وانا على طول غاب بركض على مجهود بصبر بوصل مهما يصير عندي كل شي معقول. لازم يكسر كل الحواجز مثل ما بتقول اغنيتك. لازم يكسر الحواجز قد ما هو جريء وقد ما هو لازم يكون مغامر بشغله لانه هيدا التويتر مرر بعد شوي. اوكي. لازم يكسر حواجز الخوف، لازم يكسر حواجز التردد، لانه الفنان اذا ما كان مغامر اوقات بشغله ما بيكون فنان، هذا برايي. نعم، انت بتعقدي ونحن مبسوطين بوجودك الليله كثير وحاضره للتويتر مرر. اكيد. جمهور حاضرين؟ فانز كارول سميحة حاضرين؟ يلا. مشاهدينا بريك صغير وبعده حضروا حالكم لأحلى سفرة للمكسيك. Thank you.
مكسيكية بهاللوحة الحلوة. أما هلأ فرح نرجع لأكثر اللحظات إحراجاً ببرنامجنا، لحظة يلي بيسمع فيها الطلاب درة عم تذكر أسمائهم، لحظة النومينيشن. مناسبة، مناسبة هالوين، ولا ممكن درة تترك هالمناسبة بلا ما تتنكر وترعب الطلاب. الليلة كل الناس بتبشي حالها وأنا مضطرة بشي حالي. يا ويلك يا درة، كل عمرك حلوة ومثل القمر، الليلة لازم تكوني بشعة على الطلاب. ظلت الليدي درة مروعة الطلاب بفستان الأحمر. أسرت القلوب والعقول وخطفت الأنفاس. أنا قلت بتنكر بمارلين مورو معطرة، كانت كتير بشعة وما حدا كان يتطلع فيها. الطلاب ويل يضحكوا ويل يخافوا من البشارة اللي حاملتها الليدي. شو يا مينا؟ قلتلي يلا يا مينا يلا، حضر لي حالك بس هالمرة مش على برشلونة، على مصري أمي الدنيا. وانت يا ليا؟ اي والله اخدك لعندي بالحنطور. واركب الحنطور ترجم ترجم واتحنطر. واركب الحنطور ترجم ترجم واتحنطر. شو يا غادة؟ فتحتي لي إزاعة داخل الأكاديمية؟ غادة غد 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 غد. اي والله لأطفي لك إياها الليلة بعد ما تسمع النتيجة، رح تعلنا اكسكلوزيف إذاعة درة. دور 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 بعد قليل. يا دلك يا ابتسام شو ناطرك؟ عملتي لي شاكيرا؟ أنا شاكيرا الأكاديمية، أنا النشاط، أنا الحيوية، أنا ملكة النجوم. شاهين، شو يا شاهين؟ الليلة هالوين؟ درة شدت حالها وأعلنت النتيجة. درة در 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 اكسكلوزيف من داخل الأكاديمية، أول اسم بداية الخطر معكم شيرين. يا درة فكك مني بقى علشان خاطر إيه ما يحصلش ما بيننا مشاكل والجو ده، سيبك مني وفكري في أي حد تاني خالص عشان دي تاني مرة، وأنا عايزة أقولك إن أنا مش هطلع برا الأكاديمية، أوكي؟ احذري. در 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 معكن دايماً عالسما. بلا بلا اكسكلوزيف بلا برنوت. تاني اسم مين؟ شدي حالك يا درة. ليس درة هتحداكي انك تشوفيني كمان مرة في النومينيه وان شاء الله راجع. طلاب تنذكر ما تنعاد هيك زيارة، كل هالوين وانتو بخير، والليدي درة منرو بخير. طلابنا اشتغلوا منيح حتى ينرد عنكن شر درة.
إن شاء الله يا شيرين ما بتبعدي عنا أبداً، وخاصة الليلة. مساء الخير بتي. مساء النور. بتي، تعليقك على مرور شيرين الليلة. أنا كنت خايفة لأنه كانت شيرين بحالة نفسية تعبانة كتير قبل مرور البرايم الليلة، فعن جد كان يدع قلبي، بس الحمد لله أطربتنا وكان حضورها بجنن. وإن كان آخر برايم أو لا، يعني لازم تعرف إنه هي مستقبلها مضمون. نعم. لأنه صوتها كتير حلو وحضورها محبب جداً. إن شاء الله يكون كلامك ريحها كمان الليلة. أكيد بيتي. أكيد. مدام ميري، مساء الخير. مساء الخير. كيف بتقيمي غناء شيرين الليلة؟ بقدر أقول إنه شيرين شاطرة كتير، بس مشكلتها لأنه صارت نوميني، لأنه بتكون ما أحلاها عم بتغني شوي بيقشط الصوت. هيدي بتكون بعدها، لأنها بعدها جديدة بالغنى. نعم. بس مش أكتر ولا، والله يوفقها بتروح كتير لبعيد. شكراً لك مدام ميري. ليس محتار بين أمرين، خلونا نسمع ليس. بالوما كمان جمهور كتير كبير رح يدعمك ويصوت لك. كلوديا، بدي منك كلمة على مرور ليس الليلة. أمرين. أمرين هو وشيرين. أمرين، عن جد أمرين. نعم. وصرنا نحبهم كتير، مورطين يعني قديم نحبهم. شيرين، بس بدي أقول شغلة عن شيرين. شيرين صوت عظيم، بس مش كل الطلاب يلي بفوتوا على الأكاديمية وبيتركوا برا وبيتركوا أهلهم وكل شيء بيعيشوا بهالضغط، هالشي بيساعدهم. أوقات في طلاب لا، بيصير معهم العكس، يمكن بيكتئبوا، يمكن بيشتاقوا، ما بعرف، أو بيعيشوا حياة مش معودين لها. شيرين من هالنوع، مش هيك صار عندها طلعات ونزلات. هيدا الصوت حرام ما يوصل لبعيد. أما نعم. بالنسبة للأستاذ ليس القمر الثاني، نعم. غنى حلو اليوم ونحن بنحبه ونتمنى لهم اثنيناتهم التوفيق يا رب. شكرا. شكرا لك كلوديا. هايبر ومحمس كثير ليس الليلة. عم يرقص لك. عم يرقص لك. نعم. مساء الخير امير. مساء النور. تعليقك على غناء ليس وشيرين. ليس وشيرين بيتفقوا في حاجات كتير، صوتهم حلو وقوي ومساحته عريضه، وبيتفقوا برضه ان هم كان ادائهم شويه متذبذب من برايم لبرايم. ليديز فيرست، هبتدي بشيرين.
شيرين واضح ان كلمه السر عندها اغاني الست ام كلثوم. اختارت اغنيه صعبه جدا النهارده، اغنيه فيها تحويله مقام في الجزء بتاع على طول بعدك يغيرني، والمفروض انها ترجع للمقام الاصلي تاني في بعيد عنك بقفزه مش سهله. اختيار جريء جدا وشجاع منها، بالذات ان هي في النومينيشن كان في توتر شويه، بس ما افسدش علينا الاغنيه، لان الاغنيه مقارنه بصعوبتها وبادائها بقول لها برافو، امتعتينا واطربتينا يا شيرو. ليس حبيبي، ليس اسم من اسامي الاسد، هو اسد ما شاء الله جسمانيا وفنيا. ليس النهارده مزاجه كان حلو اخيرا، بقاله شويه كان المستوى، هو عارف ان كنت بعلق شويه، كان ما بيطلعش كل امكانياته الكبيره اللي كلنا بنشهد له بيها. عجبني انه اختار العرب بذوق شديد جدا، ما بالغش في العرب رغم ان عنده امكانيات تخليه يبالغ، وده ذكاء من المطرب ان هو ما يتفلسفش في حاجات مش محتاجه فلسفه. ركوزاته وتصرفه النهارده يعني كان في مود عالي جدا. القفله ميرسي ان انت عملت اللي اتفقنا عليه، كانت قفله صعبه جدا ان هو بيفضل يتصاعد بس ادى بشكل هايل. هما الاثنين النهارده يعني الحمد لله ان احنا مش مطلوب مننا ان احنا نقرر او نصوت لحد فيهم، لانه كان هيبقى قرار صعب. عملتوا اللي عليكم وهنفتقد حد فيكم للاسف. برافو يا اولاد. شكرا برافو. امير ليس، شكرا لك. نتمنى التوفيق للطلاب، وما تنسوا مشاهدينا انه انتم وحدكم بتغيروا المعادله وبترجعوا واحد منهم على الاكاديميه وبتخلوا نجمكم يلمع. اما هلا فبنستقبل على مسرحنا النجم المغربي سعد المجرد وبرفقه بالغناء عبد السلام. ليك ما تلقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا، مالكش ليك
الأشرار انت باغية واحد يكون دمه بعد ساكت دي مجال روحي بعيدش لعب عليه العشرة يكون راجل لمرة بالزف على درويش. شكرا عبد السلام، اهلا وسهلا بسعد بستار اكاديمي الليله، اهلا وسهلا فيك سعد المجرد ضيف حلقه الليله من ستار اكاديمي. خبرني سعد، كيف برايك لازم الفنان يكون مخلص لفنه؟ How are you doing tonight? You are very excited tonight. I look very excited. You made us excited. أول حاجة أنا فرحان بزاف اللي موجود معكم هنا في بيروت، شكرا على الاستضافة الزوينة، وتحية لكاع البلدان والشعوب العربية وتحية للمغرب. وبهذه المناسبة حنا اليوم كنحتفلوا بعيد المسيرة الخضراء، كنحيي كاع المغاربة وكنبارك المغاربة على المسيرة الخضراء. Thank you so much. شكرا سعد لحضورك، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا فاصل قصير وبعده بنرجع للسهره التاسعه من ستار اكاديمي. بعد سهل مش بتاعت الكلام ده، انا كنت طول عمري جامده
شكرا ابتسام على هاللوحه الحلوه. ابتسام خبرتنا بهالاغنيه قد ايه هي جامده، لكن بهالتقرير رح نشوف بينها وبين شاهين قد ايه الامور صارت كمان جامده بالاكاديميه. تابعوا معنا. شو في؟ طب افتحوا الباب. شو صار؟ ابيض بيستفزني بجد. مين بيش؟ بين ابتسام ومحمد شاهين الاوضاع مش ماشي حالة. انا متعصبه يا مينا. عايزه اتكلم. انا متعصب وانت مالك؟ انا مش عصبك انت. خليك صوت. عايزه اعلي في راسي. محمد استفزازي بالنسبه لابتسام، وبالنسبه لمحمد ابتسام عصبيه. الامر استدعى اعلان حاله طوارئ بالاكاديميه والاستعانه بخبراء ليحلوا المشكله. فمين أفضل من مدام ماري وليسلي عقل؟ مدام ماري تولت الاهتمام بابتسام لتعليمها على طريقتها كيفية السيطرة على أعصابها. أما مهمة ليسلي كانت مع محمد، كيف ممكن يتحول لجنتلمان ويحسن معاملة الصبايا؟ أنا ليه بعت وراكي؟ فوكاليز؟ لا، الفوكاليز بالأكاديمية. في شغلة زعجتني فيكي، بس بلشي بالصريخ. تعرفي هيدي شو؟ هيدي العدسات، العدسات كثير طيبة. عدس. هيدي ثيرابي مشان الأعصاب. يلا هلا وين بتلاقي حجرة بتشيليها؟ هيك عافيكي. يلا جربي بالأربع أصابع هيك. ها نظرك كثير منيح. يلا بس بعدين احذري شو رح نعمل. شو رح نعمل؟ شي نار بدنا نطبخها. نعمل مجدرة وطعمي كل التلميذ. محمد. نعم. هلا انت اذا في بنت قاعده وانت بدك تجي تحكي معها، اه كيف تتصرف معها؟ هاي. هاي. هاين. ايه مثلا هيدي افيه. هاي. كيفك؟ اخبارك؟ ماشي الحال؟ عشان والله. اوكي، اول غلطه شيل ايديك. اوكي. اول شيء بس تعرف على بنت بتسلم عليها وبتشيل ايدك، والكلمات يلي هن لازم نستعملهم اول شيء لازم نقول شكرا او ميرسي، تفضلي، اعملي معروف، فيك تناوليني محرمه. اه تمام. بعد اذنك، مش انه يلا جيبي المدري شو، اعطيني مدري وين. تفرق. بتفرق مليون بالمية. هول الكلمات الحلوين هن اللي بخلوا الشخص ياخذ اول امبريشن، اول انطباع، ويقدر يتقرب منك ويلاقيك لذيذ. رجال مثلا هلا رح فرجيكي هون هيدا وبيسون، وهلا بدي اعلمك كيف تعمليهم. هاي الباسيونس، يلي ما عنده باسيونس دغري بيمسكها هيك وبكبها، بقول ما بقى مش غيري. ايوه ما عندي. ما دام ضاق نفسك هلا. ايه عمهلك. اوكي. اه والله فكرة، بتعرفي شو فكرت؟ تاخديها على الأكاديمية معك وبتخلصيها. يلا. زعلانة رايحة زعلانة. بدهم يوصلوا سور ان بلاتو دارجون. يلا. بسرعة. محمد محمد في ايه؟ الباب معلق ولا ايه؟ بدك تاخد بنت مشوار، أول مرة بتاخدها مشوار بدك تفتح لها باب السيارة. تفضلي فندم. ميرسي. هلا نقر الكوسة. شو عم تعملي؟ نورما صولا وقت اللي بدك تظهر مع بنت ما فيك تظهر هيك مش حالق، بدك تاخد هول وتفوت تحلق. واو هيدا شاب جنتلمان. هلا بدنا نحط الكرافات. ميرسي باكو. بوكو. ميرسي. ميرسي. بوكو. بوكو. اوكي عظيم صرت جاهز. بعد التمارين المكثفة صاروا محمد وابتسام جاهزين ليجتمعوا تحت نظر ليسلي ومدام ماري. إن شاء الله يكون مستوعب كل شيء عم بيه. محمد جلس إيديك، ما تلعب فيهم رح يجن الصبح. احكي. بدي منك تروق أعصابك، ما تبين موتر. هاي. كيفك؟ ميرسي. برافو محمد. ان شاء الله الكرسي
برافو محمد. تسلم لك. برافو. ساعة من عبد ساعة؟ استناكي ساعة يعني؟ بتزعقي. ايه اللي بزعل ايه؟ استناكي ساعة؟ علقت يا مستي. محمد روق روق. عايز ايه؟ استنى وزير الداخلية يعني. خليني. محمد شيل العوينات. ايه يا بعتيها الوردة؟ اشكر الله. روح المدرسة معه. أول حاجة أنا كنت مشيت للصالون عملت الميك اب. مشيت للصالون صوبت شعري بعدلة الميك اب. خلص خلص خلص. فهمتيني ولا ما فهمتيني؟ كيف بتطبش لها هيك على الطاولة؟ فهميني كده. ها؟ ها؟ رح يفضحنا. بسوق الكيس بق كيسك بكيسك. أقول له شريز يلا. شريز؟ هجيب الفاتورة بعد الوقت ماشي؟ أوكي. بس اقول لك على حاجه بالنص ادفع انت نص ولا نص. محمد ما بتخليها تدفع ولا ليره. اجيب الفاتوره وادفعها لوحدي. شو هالجرصه هيدي؟ ما عنا منها هاي الا انك انت عم تمزح على قصه الفاتوره. خلاص لما تيجي الفاتوره انا ادفعها لوحدي. انا كنت بهزر معك. برافو برافو. هيك بدك تكون هيك تكون لايق معها قطيعه. المهمه انجزت والمصالحه تمت على أمل أن الدور ومحمد ابتسام يوقفوا الهجوم والهجوم المضاد بالأكاديمية. يلا زبطت معك لنقوم. انتبهوا يا ابتسام ومحمد، أنتوا دايماً تحت نظر مدام ماري ولزلي. كل ليلة جمعة الطلاب والمشاهدين بينطروا بيسمعوا منه مرات كلام قاسي ومرات كلام حلو، لأنه ببساطة رأيه صريح وما بيعرف المجاملة. الليلة بيطلع علينا بوجهه الثاني كمبدع موسيقي. منرحب بهادي شرارة وبيغني معه مينا. حنيني يا وانا كل
شكرا لهادي شرارة ومينا على هالأغنيات الحلوة. أمير، كل ما قطع أسبوع على الطلاب كل ما حسوا بأهمية هالمغامرة اللي عم بيعيشوها، كيف برأيك لازم يكملوها بأحلى طريقة؟ طبعا هم رغم الصعوبات ورغم المجهود الكبير اللي بيعملوه، أنا بشوف إن هي بقول لهم دايما هتبقى فترة من أفضل فترات حياتهم، لازم يستمتعوا بيها، يستمتعوا بكل لحظة وبكل ثانية، يستمتعوا ببعض وبالمدة اللي هيقعدوها سوا. الله أعلم هيقابلوا تاني بعد البرنامج إمتى. مش بس يستمتعوا، لازم كمان يستفيدوا من خبرات الأساتذة ومن نصايحهم. شخصيتهم الفنية بتتشكل في المدة القليلة دي، ولازم يبقوا عارفين إن دي فترة تبقى مهمة جدا في حياتهم، وبتمنى لهم التوفيق أكيد. وإحنا مبسوطين لما بتيجي هنا على فكرة. رأيت كمل الحلقة من هنا بقى؟ يا ريت برتاح. شكرا أمير. منكمل سوا نحن وياكم مشاهدينا، ومرة جديدة بزقفة كتير كبيرة منرحب بضيفتنا كارول سماحة. Come on.
شكرا شيرين، وشكر كبير لضيفتنا كارول سماحة، ما بينشبع من اغانيكي، ورح نسمع اكيد اكثر واكثر بخلال السهره. بريك مشاهدينا، وبعده غاده قلبها موجوع وملوعه من الحب، خليكم معنا. Hey!
جنيت وطعم الدرب صاير نار. شكرا غادة على هالأغنية الحلوة وهاللوحة الحلوة، وبدي أذكركم مشاهدينا أنه ليس وشيرين بحاجة الليلة لدعمكم وأصواتكم، فما تترددوا تصوتولهم على الأرقام الواردة بأسفل الشاشة وتخلوا نجمكم يلمع. صادف آخر الشهر الماضي هالوين، الطلاب مثل العادة ما خلوا المناسبة تقطع على خير. أكتوبر القمر بدر. الرعب سيطر، الكل تغير، الخوف تغلغل. بليلة غير كل الليالي، ليلة هالوين. مسلسل الرعب بدأ مع مارسيلينو اللي تنكر وطلب من مينا يكون حاضر للدعم في حال الضرورة. أما بقية الشباب فانسحبوا حتى يكونوا الصبايا هن الضحية. Oh my God, لا بخاف بنت. إشي غريب في الموضوع. أنا بصرخ وحيد، أنا بصرخ. أنا بيجي إيدي تحت الباب من. ابتسام تاي حطي عن ايدي بليز. ايدي عم حطي ايه؟ ابتسام عليك اهرب. الصبايا رعبوا بالاول بس بسرعه استدركوا الوضع وقرروا الانتقام السريع. بعد تشاور لجأوا لخطه مدروسه وتحولوا من خط دفاع لخط الهجوم. أكلت قتلي بالسكربينة بالكولا كبوا علي. صراحة ما بقى عيدة وأمزح معهم. وانقلب السحر على الساحر وصار مارسيلينو هو الضحية. مسلسل الرعب كمل مع الطلاب اللي خضعوا لميك اب فني وكان التحول جذري. بوظلوا وش ياما، خربوني، عموني. شايف عامل ازاي؟ بتعمل زي دراكولا. اجي انادي ابتسام تطلع شيرين، انادي محمد اخر شيء تطلع غاده. ما فهمت. انا ملكه الجمال بشعين. حلوه مش بطاله. انا غاده. صار وقت هلا انا خوفهم. مش بس الطلاب تحولوا، الاكاديميه كلها تحولت لتلبق مع جو هالوين وتستقبل الزومبيز مصاصي الدماء. بما انه الاكاديميه وطلابها صاروا جاهزين، صار وقت الرقص والاحتفال. هيك هي الأكاديمية بكل مناسبة عندها عيدية، وطلاب مستعدين دايماً ليعيشوا لحظات الفرح بكل مناسبة. If you think that was scary, come back tonight. ما في أحلى من أنه يحول الإنسان كل مناسباته لفرح وهيصة. أما هلأ فرح تزيد الهيصة على مسرحنا مع ضيفنا سعد المجرد وبيشاركوا الغناء محمد. Get ready for the countdown. 5, 4, 3, 2, 1.
وما الحبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني كان دايما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد يبالي والله عليك العاون وما الحبيبي مالو قولوا لي واش جرالو واليوم تغير حالي كان دايما فيا يسول وغيابه عليا يطول لازم شي حد بباله والله عليك العاون يا ولف حرام عليك جرتيني بلا سبا والعشرة بنت عليك وجرحتي المحبة والله حرام عليك ضيعت معك زماني خسرت اللي كان يبغي وشريتيني البراني ماشي نادي حيت بغيتك ربي عالم باللي بيا وحده قادر ينسيني ويكفي كمان شكرا وما الحبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني كان فيا يسول وغيابه عليا طول لا تمشي حد بباله والله حبيب قلبي انا نعيشه في الهانه سرقني ولا فاقني ونغيره في الحاله جرني وخلاني يمكن انساني هدامه ما تنفع من بعد تعاني واش تي مالحلمي مالحلمي شوفولي مالو بدالو بدالو قولولي مالو مالحلمي مالحلمي شوفولو مالو بدالو بدالو قولولي قولوا لي وش جرالو البارح كان يبغيني كان كان وغيابه عليا طول لا تمشي حد بباله صافي سمحتي فيا توعى قلبك تنساني ما درتي حساب ليا يبقى قلبي وحداني واللي الدور الدور وغترجع لحضاني واخا تقطع البحور لازم ما تجيني تاني ماشي نادم ربي عالم باللي بيا check this out everyone 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 hey! هما الحبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني شكرا محمد وشكر كبير لسعد ضيفنا الليلي اهلا وسهلا فيك نورت المسرح وهيصت الجمهور كله يعني شكرا لك واهلا وسهلا فيك مشاهدينا بعد التصويت ما انتهى وبعد فيكم تقولوا كلمتكم وترجعوا واحد من بين ليس وشيرين بريك وبعده إلي عازم كل الصبايا للرقص
طلاب فيكم تدخلوا على www.starakarabia.com وما تنسوا تتواصلوا معنا دايما عبر فيسبوك تويتر وانستغرام كمان. اما هلا فرح نشوف كيف عاشت شيرين يوم بتحلم تعيشه كل صبيه بعد ما فازت بالتوب 1. شيرين فازت بالتوب 1 ونوعدت بيوم مثل الحلم خارج الأكاديمية. حضرت حالها وانطلقت بالمغامرة اللي بدأت بالشوبينج. بجد مش مصدقة، مبسوطة جدا، ودلوقتي هجرب من كل حاجة وهعمل كل حاجة يعني، فيلا يلا بينا. بما أنه ما في صبية ما بتحب الشوبينج، كان أمام شيرين خيارات كتيرة، خاصة أنه البادجت مفتوح وما في سقف. طب ما فيش منقوشة جبنة؟ شيرين اختارت كل الأزياء اللي بتلزمها بالأكاديمية حتى دايماً تبقى أنيقة. يا جماعة ده فستان التوب 1 وش الخير عليا. I love you. I'm really happy. خلص الشوبينج وحان وقت الراحة والاسترخاء. بعد التعب والإرهاق بتاع الشوبينج وكده، فدلوقتي حان موعد السبا وإن أنا دلوقتي أريح أعصابي. حلو جداً أصلاً إن الواحد يطلع الاسترس اللي جواه. كنت تعبانة جداً وحسيت نفسي إن أنا ريلاكسنج كتير، مبسوطة. رجعت الطاقة والحيوية لشيرين، وقبل السهرة شوية تحضيرات بالرويال سويت اللي بيليق فيها كملكة السهرة.
brush your hair. شيرين اختارت مينا ليرافقها بالسهرة. دي وردة بسيطة بمناسبة السهرة الجميلة. ميرسي. تكس فيها قوي. اتفضلي. شيرين اتعشوا سوا وشربوا نخل صداقتهم سوا وقضوا سهرة حلوة. النهاردة كان يوم حلو قوي، كان مليء بالمفاجآت، شوبينج، سبا، سويت كان يجنن، تحفة. وبنختمها بالعشاء طبعا مع حبيب قلبي مينا، وان شاء الله يبقى. انا عايز اشكرها انها اختارتني النهارده ان انا اكون معاها في السهر كمان، وان شاء الله التوب 1 اللي جاي هنولعها. شيرين بيلبق لها نجاح، ولتحضر حالها لنجاح تاني كان بيلبق لها نهار غير شكل خارج الاكاديميه. مبروك مرة جديدة لشيرين. بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، ابتسام بتودي تحية لبلدها المغرب. الأكاديمية اللي عم بتابعوه الطلاب إلى أي مدى مفيد لحياتهم الفنية من بعد الأكاديمية؟ ستار أكاديمي مركز لصناعة النجم، وأكيد الطلاب بياخدوه في أسابيع هنا غيرهم ممكن يدرسوا في سنين، مش بس في المجال الموسيقي، في كل المجالات في جيش من الأساتذة والخبراء بيدوهم خبرتهم طول الوقت. لازم يستفيدوا من الفترة اللي هم موجودينها دلوقتي، وأنا شايف إن هم بيتعلموا حاجة غير كمان الميوزك ومجالات الحياة اللي اتكلمنا عنها اللي هي قيمة الوقت والالتزام. أنا من وجهة نظري دايماً إن الفنان الملتزم بيبقى خطواته أسرع من الفنان الغير ملتزم، وبس كده.
شكرا أمير. الطلاب كل أسبوع بينطروا هاللحظة لأنه فيها بيتأكدوا إنه عملهم عم بينال استحسان أساتذتهم. مين هن الطلاب المتفوقين هالأسبوع؟ منتابع بالتوب 3. طلاب أسبوع ورا أسبوع تقدمهم بيزيد وعددهم بيقل والشاطر فيهم بيحتل المراتب الأولى. بالمرتبة الثالثة ابتسام. ابتسام مصرة على التفوق وكل أسبوع بتقرب خطوة أكثر من حلمها. قلبي مغروب، قلبي فيك مغروب، ده مش حلو حبيب. كلها حيوية بالبرايم. بالإيفال أفكارها عم تلاقي صدى حلو. بالمرتبة الثانية ليا. ليا طالبة مجتهدة، بتحضر كتير وبتفتش دايماً عن صفات التميز بكل شي بتقدمه. يا ليا خطوة وحدة باقية لتتصدر المراتب، فشو ناطرة؟ أما المرتبة الأولى مينا. للمرة الثانية مينا بيتفوق من بعد ما تحدى حاله ليقدم الأفضل. يا ما ناديته وترجيت إنه يرق شوية، أبداً ما بيسأل شيء. بيعرف انه النجاح بيكمن بالتفاصيل، كرمال هيك بيطبق كل نصايح الاساتذه بكل جديه. اذا الطلاب المميزين هالاسبوع ابتسام، ليا، مينا. الف مبروك وخلوا عينكم على اللقب. مبروك للصبايا ومبروك مينا. تفاجأت؟ سي طبعا. مبروك مرة تانية. ما نقول لك هيدي تاني مرة بتطلع توب 1. تاني مرة. كنت مستنظر تطلع هالجمعة توب 1؟ ما كنتش منتظر ده بصراحة، بس الحمد لله أنا عند حسن ظن الأساتذة وطلعت تاني توب 1 الحمد لله. مبروك لإلك، بتستاهل. كلوديا شو ناطرو لمينا بما أنه طلع توب 1 هالأسبوع؟ مينا شو بدك تجيب لنا يا مينا؟ ديك المرة جاب لي كباية. كباية حشت تطلع بكلوديا. مينا مينا لبتي. شو مينا بدنا نوديك على أبو ظبي يومين، وما رح نقول لك شو رح تعمل، بس رح يكون عندك نشاطات كتير كتير بتهمك وبتهم الشباب أكيد. مرسي مرسي. أوكي. مرسي. وبس ترجع بتخبرنا. مرسي إن شاء الله. تروح وترجع بسلام. ربنا يخليك. مرسي مرسي. مبروك مينا، ان شاء الله بتنبسط بابو ظبي. بس انا كمان مثل ما عرفت انه مش بس في مفاجاه لمينا الليله، في مفاجاه للطلاب. يعني ما بعرف رح زيح شوي من قدام الباب لانه في شيء ورا الباب. عم نستقبل بهاللحظات أمهات ابتسام، كنزة وغادة. كنزة نسيت كربنتها، ما تواخذوها. الله. وصلوا من المغرب، من تونس ومن الجزائر. أكيد الصبايا مشتاقين لهم كتير، وفي كتير من المشاعر الحلوة يتبادلوها سوا. مفاجأة حلوة كتير للصبايا، نحن رح نتركهم يستفيدوا من هاللحظات سوا. مشاهدينا التصويت بقلكم بهالوقت توقف، وبعد دقايق منعرف مين رح يبقى ومين رح يرجع على بيته الليلة بين ليس وشيرين. خليكن معنا مشاهدينا، بريك ونرجع.
السهرة التاسعة من ستار أكاديمي بالتابع، وسهرانين الليلة والدنيا أحلى بوجود ضيفتنا كارول سماحة. شكرا لك، نورتينا الليلة. نصيحتك للطلاب قبل ما تغدرينا. نصيحتي للطلاب بس بدي اقول لهم ميرسي. بدي بس اقول لهم للطلاب انه يكونوا كثير صبورين ويكونوا دائما مستعدين يسمعوا النقد. نعم. نقد السلبي، لانه اوقات بنستفيد من النقد. نعم. في نقد بيجرح، هيدا نحن ما بنتعاطى فيه، بنحطه لورا، بنحطه ورانا. فهيدي اهم شغله بحب لهم اياها. ميرسي لهالجمهور الحلو، وللجنه ولكل المشاهدين. ميرسي. ضيفه السهره التاسعه كارول سماحه.
أهلا وسهلا. شكرا لك. أما هلا فحان موعد إعلان النتيجة مشاهدينا، بطلب من ليس وشيرين يتفضلوا على وسط المسرح. يا ريت يا شباب في إلكن إنكن طيناتكن باقيين الليلة، بس مثل ما بتعرفوا رح نودع واحد منكن. الحقيقة هي مختلفة تماما يعني، وهون ما في مجال للمزح لأنه حان وقت الجد. ليس وشيرين صاروا بوسط المسرح وناطرين يسمعوا الكلمة الفصل. اثنيناتهم عندهم أمل الليلة، لكن أنتم مشاهدينا اخترتوا واحد منهم. ليس أول مرة بيوقف هون، وأول مرة راح يكون بانتظار قرار الجمهور. محمس تعرف نتيجة الجمهور ليس أكيد. شيرين وليس اثنيناتهم بيتمنوا يفوزوا بأصوات الجمهور، لكن للأسف واحد منهم رح ينال أعلى نسبة من تصويت الجمهور وينضم من جديد لباقي الطلاب. الليلة الطلاب ما عاد لهم كلمة أو قرار بعودة واحد من زملائهم. ليس وشيرين مش حابين توقف تجربة ستار أكاديمي عند هالحد، حابين بعد يبقوا ويعطوا أكثر، لكن تمنياتهم بتوقف عند قرار الجمهور، قراركم أنتم مشاهدينا. لكن يا ليس ويا شيرين بقلكن انه المشوار ما بينتهي هون. انتو وصلتوا لهالمرحلة المتقدمة، ونحن متأكدين انه اخدتوا زوادة كتير كبيرة معكم من ستار اكاديمي. فمين منه نال اعلى نسبة تصويت؟ لمين قال الجمهور لازم تبقى بالاكاديمية وتكمل مشوارك؟ لمين اعطى الجمهور الثقة مرة جديدة ليتابع حلمه؟ شيرين بعدك متوترة مثل ما كنتي باك ستيج أو ارتحتي شوي؟ ارتحت أكيد. ارتحتي شوي؟ سامعة دقة قلبك لهون شيرين، عم تفنصي علي. ليس شو لك يا ليس؟ ليس هيدي أول مرة بيختبر الجمهور وتصويت الجمهور، شو بتقول؟ بحب يعني لو وقفت حديت هون رح أكون كثير فخور، بس بحب بهمنيش هسه شو النتيجة، بحب بس أحيي أمي اللي أجت من هون من فلسطين، بحبك يا أمه. من وجه تحية لوالدته لليس. الجمهور أعطى رأيه وحسم النتيجة، مشاهدينا مين برأيكم حصل منهم على أعلى نسبة من التصويت؟ شيرين من مصر أو ليس من فلسطين؟ رح نشوف النتيجة على الهواء. Good luck شيرين، good luck ليس. رح تطلع النتيجة على الشاشة. مين رح يرجع ينضم ويكمل المشوار، مشوار ستار أكاديمي؟ ألف مبروك لليس من فلسطين. 52% لليس يلي رح يرجع ينضم للشباب والصبايا ويكمل حلمه ومشواره. مبروك اذا لليس. وهيك مشاهدينا بنودع شيرين من مصر، بتمنى تكونوا مضيتوا معنا برايم ممتع. بلاقيكم بكره مع اخر اخبار الشباب والصبايا بيوميات ستار اكاديمي. تصبحوا على خير.